هل تفضل أن نضيف أسئلة أم نختم؟ والله كما تشاءون، لكم واسع النظر. نحن والحمد لله مستمتعون معكم. بارك الله فيكم حبيبي. مرحبا، إذا بغيت تضيف واحد السؤال أو سؤالين إن شاء الله ونختمه. مرحبا. نعم، سؤال آخر يقول: ما هي توجيهاتكم لشباب الأمة الذين جمعوا كل صور الهجر في القرآن الكريم التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ينشد حالا أفضل، يعني هذا الشاب ينشد حالا أفضل وهو يهجر الكريم؟ نعم، والله لا منهج ولا طريق للإصلاح إلا بالقرآن، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ومن صلح حال أول الأمة إلا بالقرآن. الله تعالى قال: يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هو محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب المبين هو القرآن الكريم، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فأقول للشباب: إذا أرادوا أن يخرجوا من الظلمات إلى النور، إذا أرادوا أن يهتدوا إلى الصراط المستقيم، إذا أرادوا أن ينصلح حالهم، فما عليهم إلا التمسك بهذا القرآن، أن لا يهجروا القرآن في أي مستوى من مستويات الهجر، سواء تعلق الأمر بمستوى القراءة أو بمستوى الحفظ أو بمستوى التجويد أو بمستوى، لأن ابن تيمية رحمه الله كان يقول: من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأه ولم يرتله فقد هجره، ومن قرأه ورتله ولم يتدبره فقد هجره، ومن قرأه ورتله وتدبره ولم يعمل به فقد هجره. هذه مستويات، هذه المستويات كلها يجب أن نحاول قدر المستطاع أن نفعلها، وأحسن ما ينبغي أن يشتغل فيه العاملون في الحقل الإسلامي أن يشتغلوا على القرآن، وأن يجالسوا القرآن، وأن يعقدوا مجالس. وأكد مرة أخرى ما كتبه الشيخ واحدة الكتاب ديالو فريد الأنصاري رحمة الله عليه، عندما يتحدث مثلا في هذا الدين هو الصلاة، ويتحدث عن مجالس القرآن وما إلى ذلك، فعندما نعود بالشباب إلى هذه المجالس ويحفظون ما تيسر من القرآن، ونفهمهم ما تيسر من معاني هذا القرآن، ونتابعهم في تطبيق ما تعلموه من معاني هذا القرآن، أعتقد أننا آنئذ سنكون إن شاء الله في الطريق الصحيح.